يا ابن الهرقوق انت ليك في العتائي. باسم سمرة الشرير الظريف في رمضان 2024، واللي قدر بجمل وإفيهات بسيطة يغطي على أحمد السقا وطارق لطفي ويبقى حديث الناس على السوشيال ميديا. تعالوا نعرف ليه باسم سمرة احتل الترند، وهل قدر فعلا يغطي على جدعانة أحمد السقا وغدر طارق لطفي بشخصية عيسى الوزان في العتاولة ويبقى رقم واحد على الساحة. تعالوا بينا نشوف. من بداية رمضان قدر باسم سمرة بشخصية عيسى الوزان أن يلفت أنظار الجمهور ويحتل الترند بإفيهات غريبة عجبت الناس في الشارع المصري. عيسى الوزان رجل أعمال اللي أهم حاجة عنده في الدنيا مصلحته ومش مهم الباقي، ومعروف إنه أناني وبيحب نفسه بطريقة مريبة، وكمان بيحب يسيطر على كل حاجة حواليه، والناس في الشارع حبته جداً. ورغم إن عيسى الوزان أكبر شرير في المسلسل وبيعمل كل حاجة وحشة، لكن قدر باسم سمرة يحط التاتش بتاعه على الشخصية ويحول عيسى الوزان من مجرم لشخص كوميدي بيقول إفيهات طول المسلسل، لدرجة إن المتابعين بقوا يستنوا المشاهد بتاعته. ومن أشهر إفيهات عيسى الوزان في المسلسل جملة يلا بينا اللي بيقولها في كل المواقف، لدرجة إن ولا مرة رغم تكرار الجملة حد زهق منها مثلاً أو حتى انتقد مشهد باسم سمرة. وهنلاحظ إن أكتر شخصية تكلم عنها الجمهور في مسلسل العتاولة كان عيسى الوزان اللي بيجسدها باسم سمرة، لدرجة إنك هتلاحظ إنه غطى على أبطال المسلسل أحمد السقا وطارق لطفي، ولقب الجمهور شخصية عيسى الوزان بالشرير الظريف واللي بيقابل أي مشكلة بأسلوب ساخر وبيتعامل مع أعدائه في المسلسل بطريقة ظريفة جداً، لدرجة إن الجمهور قال إن باسم سمرة في الدور ده قلد الفنان الراحل عادل أدهم واللي كان متخصص في أدوار الشر. والسؤال المهم اللي معظم المتابعين بيسألوه دلوقتي، مين اللي هينتصر في النهاية؟ هل لأول مرة ممكن مخرج المسلسل ينصر الشر ويقدر عيسى الوزان إنه يخلص من نصار اللي بيجسد شخصيته أحمد السقا وخضر اللي بيجسد شخصيته طارق لطفي؟ ولا هتكون النهاية تقليدية زي أي عمل تلفزيوني وهينتصر نصار على عيسى الوزان ويجيب حق ابنه؟ واللي مش متابع أحداث الحلقة اللي فاتت من مسلسل العتاولة، فحب أقولك إن عيسى الوزان أجر رجالة وبعتهم على المستشفى يخلصوا على ابن نصار، وفي نفس الوقت بيجيب عيسى الوزان عاطف واللي بيجسد شخصيته الفنان مصطفى أبو سريع وبيطلب منه إنه يطلق شادية أخت نصار وخضر ويسيبهم ويبعد عن المشاكل، وبيبدأ عيسى يهدد عاطف إنه هيفضحه قدام الناس كلهم ويعرفهم إن عاطف تربية ملجأ وملوش أهل. والأحداث الحقيقة والصراع بين نصار وعيسى الوزان بيبدأ من وقت ما بيعرف نصار إن عيسى هو اللي خلص على ابنه في المستشفى، ومن هنا هيبدأ تاني نصار إنه يرجع للنصب والسرقة ويحاول يجيب حق ابنه من عيسى الوزان اللي تقريباً ما سابش حاجة غلط في المسلسل ما عملهاش. ورغم إن شخصية عيسى الوزان شريرة، لكن قدر يكسر بيها الدنيا في رمضان، والناس كلها ملهاش سيرة غير إفهاته والمواقف الكوميدية اللي بيعملها في المسلسل. وفي النهاية إيه أكتر شخصية عجبتكم في المسلسل؟ وإيه رأيكم في شخصية عيسى الوزان اللي بيجسدها النجم باسم سمرة، خصوصاً بعد ما حقق نجاح كبير في الفترة اللي فاتت؟